السلام عليكم ورحمة الله أعزائي طلاب الثانوية العامة، يسعدني أن أكون معكم في حصة جديدة ودرس جديد من دروس مادة علم النفس والاجتماع. النهاردة إن شاء الله هنكمل ما بدأناه في الحصص السابقة، ودرسنا اليوم بعنوان مبادئ التعلم الجيد. كنا في الحصص السابقة خدنا معنى التعلم، وقلنا إن التعلم تغير شبه دائم في السلوك، فهو يعبر عن اكتساب الإنسان بسلوك جديد نتيجة خبرات الحياة. وكنا اتكلمنا عن عدد من النظريات التي حاولت أن تفسر عملية التعلم، منها نظرية التعلم بالمحاولة والخطأ، نظرية التعلم الشرقي الكلاسيكي، نظرية التعلم بالفهم والاستبصار، نظرية التعلم بمعالجة وتجهيز المعلومات. وبفضل الله تمينا دراسة كل نظرية من هذه النظريات من حيث العالم اللي قدم هذه النظرية ومعنى وما تشير إليه والقوانين التي تستند إليها هذه النظرية وتطبيقاتها التربوية في المجال التربوي. والنهاردة بنتكلم في درس جديد بعنوان مبادئ التعلم الجيد. بداية بنتكلم عن نواتج التعلم اللي المفروض إن حضرتك في نهاية الحصة تكون قادر على أن تقوم بهذه المهام. بعد ما نخلص حصة اليوم مفترض إن حضرتك تتمكن من الآتي: إن أنت تستنتج العلاقة بين الدافعية والتعلم الجيد، إن أنت تستخلص دور التعزيز الموجب والسالب في التعلم، إن أنت تميز بين الممارسة المجزأة أو الموزعة والممارسة المركزة في التعلم، إن أنت تدلل بأمثلة حياتية على انتقال أثر التعلم من موقف لآخر. هذه النواتج بمشيئة الله هنبدأ مع بعض نعرض لدرسنا، والمفروض في نهاية الحصة إن أنت تقوم بهذه المهام. تعالوا نبدأ مع بعض حصتنا اليوم، وهي بعنوان مبادئ التعلم الجيد. هنا بنتكلم ما هي أهم المبادئ أو ما هي أهم الشروط التي تعين المتعلم على التعلم. بمعنى لو حضرتك بتتعلم أي موضوع، أي مهارة، يعني مثلا أنا عايز أتعلم لغة من اللغات، عايز أتعلم الكمبيوتر، عايز أتعلم السباحة، عايز أتعلم سواقة السيارة، عايز أتعلم الاعتماد على النفس، عايز أتعلم أعمل علاقات جيدة مع الآخرين، عايز أتعلم مهنة، عايز أتعلم حرفة، هذا هو التعلم. طيب حضرتك عشان تتعلم هذه المهارات وهذه الموضوعات لابد أن تتوفر لديك عدد من المبادئ أي الشروط التي تعينك على تحقيق التعلم بشكل جيد. أولها الدافعية، إن أنت يكون عندك دافع. ثانيها التعزيز، يعني إن أنت تحصل على مكافأة عقب القيام بالسلوك المطلوب. ثم نوع الممارسة، اللي هي طريقة التعلم اللي أنت هتتعلم بيها، إزاي تستخدم الطريقة المناسبة للموضوع. ثم الدور الإيجابي، إن أنت تطبق عمليا اللي أنت اتعلمته وتكون نشط، وهنشوف حالا كل موضوع من الموضوعات. ثم أخيرا قابلية التعلم للانتقال. هذه المبادئ الخمسة هي مبادئ أي شروط أي عوامل تساعد على التعلم بشكل جيد. يعني لو المبادئ توفرت وانت بتتعلم هيكون التعلم بتاعك سريع وجيد ورائع وتحقق النتائج المطلوبة. لو أحد أو كثير من هذه المبادئ لم يتوفر وأنت بتتعلم في الغالب لن يتم التعلم، وإذا حدث تعلم لن يكون تعلم مرضي ولن يكون تعلم جيد. طيب تعال نبدأ مع بعض هذه المبادئ بالتفصيل. أول هذه المبادئ الدافعية، الدافع. طيب لما تبص على الصورة اللي قدام حضرتك دي هتلاقي إن هذا الفتى عنده إصرار ومركز وحاطط في دماغه هدف عشان يبلغ هذا الهدف، وهو مصر على تحقيق النجاح، فهذا هو الدافع.
لذلك علماء النفس بيقولوا لا تعلم بدون دافع. طيب الدوافع بتلعب دور رئيسي في تعلم سواء الإنسان أو الحيوان. يعني زي ما أنت شايف الجملة الأولى كده، يصعب على أي إنسان إنه يتعلم سلوك معين بدون ما يكون هناك دافع. يعني حضرتك عشان تنجح في المذاكرة لازم يكون عندك دافع. يعني إيه دافع؟ يعني رغبة داخلية، يعني حاجة. المصطلحات دي احنا درسناها في سنة تانية، الرغبة، الحاجة، الطموح، ان انت تكون حاطط لنفسك هدف. والدافع ما تنساش انه شيء داخلي، فالدافع لا يتعلق بالسلوك الخارجي، الدافع بيدفعك للسلوك الخارجي. يعني المذاكرة مش دافع، اما الرغبة الداخلية في النجاح والتفوق هي الدافع، أما المذاكرة هي السلوك اللي الدافع بيخليك تعمله. يبقى الدافع ما تنساش لما نسألك في الامتحان هنتكلم عن رغبة داخلية. هذه الدوافع هامة للتعلم عند الإنسان وعند الحيوان. وإن كانت دوافع الحيوان دوافع فسيولوجية بيولوجية، يعني هي حاجات تتعلق بالجسم فقط. فالإنسان تحركه غرائز فسيولوجية زي الجوع والعطش. يعني تلاحظ ان معظم التجارب اللي تمت على الحيوانات استغلوا فيها علماء النفس دافع الجوع. عند الكلب في تجربة بابل استغل دافع الجوع، ولولا ان الكلب كان عنده هذا الدافع ما كانش هيتعلم. عند القط في تجربة سرندايك استغل سرندايك دافع الجوع. عند القرد في تجارب الفهم والاستبصار استغلوا دافع الجوع. لما تيجي مثلا تشاهد احد العروض بتاع الدولفين كده في مدينة الانتاج الاعلامي، هتلاحظ ان المدرب دايما ماسك معاه سمك. كل ما الدولفين يعمل حركة مطلوبة كل ما يدوله سمكة. لذلك لو الدولفين مش جعان السمك مش هيأثر، لانه ما عندوش دافع. يبقى لازم استغل اساسا ان الدولفين يكون جعان. قلت له امال السمكه دي؟ السمكه دي هنشوفها بعد شويه، ده تعزيز، دي مكافاه. يبقى لما اجي اتكلم عن الدولفين الرغبه الداخليه اللي هي الجوع، هذا هو ما يسمى بالدافع. ولولا ان الدولفين جعان يعني عنده رغبه وحاجه الى الطعام ما كانش هيهتم بالسمك اللي في ايد المدرب، وبالتالي ما كانش هينجح انه يعمل المهاره المطلوبه. اذا دوافع الحيوان فقط دوافع فسيولوجيه لكنها هامه وبنستغلها لو حبينا نعلم الحيوان مهاره معينه. أما دوافع الإنسان فهي تشمل دوافع فسيولوجية أهي زي الجوع والعطش. يعني هل أنا كإنسان الجوع والعطش الحاجات دي مهمة ودوافع بتحركنا؟ طبعا. أنا مش عايز أقول لك إن معظم سعي الناس للرزق وجمع المال أساسا من أجل إشباع دوافع فسيولوجية زي الجوع والعطش بس، لا، في دوافع تانية اجتماعية ونفسية. فالرغبة في التفوق والرغبة في الإنجاز وحب المعرفة دي دوافع مش فسيولوجية لأنها لا تتعلق بالجسم. فسيولوجي أي أشياء عضوية، أما نفسي واجتماعي هي بعيدة كل البعد عن الأعضاء. فالرغبة في التفوق والحاجة في الإنجاز وحب المعرفة وحب الاستكشاف والانتماء وعمل العلاقات والاعتماد على النفس والاستقلال، كل دي دوافع اجتماعية نفسية لا علاقة لها بالجانب الجسمي. وهذه الدوافع النفسية هي الدوافع الأساسية في التعلم الإنساني. صحيح إن الدوافع الفسيولوجية مهمة، لكن معظم ما يحرك الإنسان في حياته هي دوافع نفسية واجتماعية. يعني سيادتك بتذاكر عشان تنجح وتلتحق بالجامعة وتسعد والديك، فدي دافع نفسي اجتماعي وليس دافع فسيولوجي. وبالتالي لو سيادتك عندك دوافع هتلاقي ان انت بيسهل عليك ان انت تركز وتبذل جهد وتحقق الهدف بتاعك وتتعلم. طب لو انت ما عندكش دافع هتلاقي كل الامور دي بعيدة كل البعد عنك. يعني يجي بعض الطلاب يقول لي يا استاذ انا مجرد ما ابدأ مذاكرة شوية وبلاقي نفسي كسلت، شوية وبلاقي نفسي ما ماليش نفس. اقول له السبب ان انت ما عندكش دافع.
فلو انت عندك دافع، الدافع ده هيديك عزيمة وإصرار هيخليك تعمل اللي انت عايزه وتتعلم. عشان كده بدأنا ان قلنا ان لا تعلم بدون دافع. طيب لو انا عايز اقدم للطالب عدد من النصائح اللي ممكن تحسن وتزود فيه الدافعية وتساعده على التعلم، يعني اديني يا استاذ كده في الحصة بعض النصائح العلمية اللي قالها العلماء اللي تخلق فيها دافع فعلا. ما هو الدافع ده لا يباع ولا يشترى، مش حقنة هنروح ناخدها في الصيدلية وكان يعني بقى أمر سهل جدا. أمال نعمل إيه؟ بص الصورة دي كده، تعالى نترجمها كده. أول حاجة لازم عندك رغبة وميل للموضوع، يعني لو أنت بتحب التعليم وعندك رغبة إن أنت تبقى إنسان متعلم وإنسان متفوق وإنسان متميز، ده هيديك دافع، وبالتالي هتلاقي نفسك بتذاكر وبتجتهد وبتتعلم بشكل جيد. إدراك أهمية الدرس في الحياة العامة، يعني إحنا دايما لازم نزرع في طلابنا إن التعليم ده مهم في الحياة. كونك تبقى إنسان متعلم، كونك تبقى إنسان مرموق، تبقى إنسان متميز، تبقى إنسان مثقف، تبقى إنسان واعي، ده مش هيحصل لما تكون أنت إنسان متعلم. يبقى الدرس التعليمي مهم، فلو انت شعرت بأهمية الدرس ده هيولد فيك دافعية شديدة جدا. ايه كمان؟ معرفة قيمة الدرس لمستقبلك العلمي والمهني. يعني انت بتتعلم ليه؟ هل انت بتتصدق علينا وعلى الدولة يعني بوقتك؟ لا والله يا فندم. هل انت فاضي وبتتسلق؟ لا والله يا فندم. امال انت بتتعلم ليه؟ بتتعلم لان الدروس اللي انت بتتعلمها دي ليها قيمة لمستقبلك العلمي ان انت تخش الجامعة وتنجح وتتفوق، ومستقبلك المهني. فانت عشان انسان تحصل على فرصة عمل شريفة تخدم بيها بلدك وتخدم بيها نفسك وتخدم بيها اسرتك وتخدم بيها اولادك في المستقبل، لازم تبقى انسان متعلم. فلو انت تذكرت دائما هذه الاشياء ده هيزود فيك الدافع، ولو جه فيك الدافع ده هيحسن فيك عملية التعلم. وبالتالي أحد المبادئ المهمة جدا للتعلم هو وجود دافعية عند الإنسان. فلو فيه دافع، يعني دافع بقى يعني رغبة داخلية، يعني حاجة، يعني إصرار، يعني هدف، هتلاقي نفسك متركز وبتبذل جهد وبتتعب وبتنفذ اللي أنت عايزه، فهتتعلم بشكل جيد. إذن أول المبادئ التي تعين على التعلم الجيد مبدأ الدافعية والتعلم. المبدأ الثاني، دور التعزيز في التعلم. يعني إيه تعزيز؟ التعزيز ببساطة هو إن أنا أديك شيء يسعدك عشان تكرر السلوك، أو إن أنا أقدم لك شيء غير مرغوب فيه عشان تتوقف عن السلوك. وبالتالي هتلاحظ إن التعزيز ليه دور مهم جدا في التعلم. يعني الطفل الصغير لما يحقق الواجبات المنزلية بتاعته وإحنا في البيت نقول له ما شاء الله عليك، ممتاز، زي الفل، رائع، ده تعزيز. طيب لما الطفل مثلا يكسر في واجبات المنزلية وأقول له خد بالك أنا كده زعلان منك، أنت كده ماشي في طريق غلط، إحنا كده مش هنبقى حبايب، فأنت بتعززه بس تعزيز سالب. وبالتالي التعزيز له نوعان، إما أن يكون تعزيز موجب زي ما قلت لحضرتك زي ما أنت في شايف في الصورة اللي قدامك دي أهي، إن أنا بقدم للفرد مكافأة. ايه المكافأة دي؟ يعني حاجة مرغوبة ولا غير مرغوب فيها؟ حاجة مرغوبة، حاجة حلوة، حاجة جميلة، حاجة تسعد، حاجة ترضي، زي كلمات المدح والثناء، نثني عليك، نقول لك كتر خيرك، جزاك الله خير، ما شاء الله عليك، ربنا يبارك من أمثالك، يزيد من أمثالك، ربنا يبارك فيك. ما ده مكافأة. ممكن تكون المكافأة دي هدية زي ما انت شايف في الصورة دي، انا معرفش جواها ايه، يا رب نفتحها كده في اخر الحصه ولا في حاجه ترضينا. ان انا اديك ميداليه
عشان انت مثلا تفوقت في الامتحان او شاركت في الاذاعه المدرسيه او ليك نشاط جيد داخل المدرسه او بتساعد زمايلك او بتعين الناس في العمل التطوعي. اذا كل دي مكافآت تقدم عقب القيام بسلوك صحيح جيد. ولا هديك مكافأة ليه؟ يعني مثلا انت راجع لي من المدرسه مزعل المدرس بتاعك، عامل عنف مع زمايلك، مضيع حاجتك في المدرسة، مقصر في حق المدرسة بتاعتك، هنا مش هكافئك طبعا. فالمكافآت تقدم عند القيام بسلوك مرغوب فيه. هذا هو التعزيز الموجب. بالله عليك الحاجات دي مهمة جدا، الحاجات دي بتخلينا نصر ونكمل ونتحمل. النوع الثاني من التعزيز وهو التعزيز السالب أهو. والتعزيز السالب يعني تقديم العقاب المناسب للفرد. زي ما أنت في شايف في الصورة دي، هذه الأم أو هذه المعلمة، أكيد هذا الولد عمل سلوك غير مرغوب فيه، وبالتالي هي بتوجهه وبتعاقبه. هذا العقاب ليس انتقاما منه وليس اعتداء على حقوقه، ولكن احنا بنقدم له ده عشان نعلمه ان السلوك ده سلوك خاطئ وسيء وغير مرغوب، وبالتالي العقاب قد يكون بتقديم شيء غير مرغوب فيه او حرمانه من شيء مرغوب فيه. ادينا امثله كده يا استاذ عشان العمليه تبقى سهله. العقاب ان انا اعطيك شيء غير مرغوب فيه، ان انا اقول لك كلمه تزعلك، تقول لي طب احنا الكلام ده بيضايقنا، طب ما انا لازم اقوله لك والا مش هتتعلم. يعني لما بلاقي الطالب عندي مش مهتم، ما بيبذلش الجهد المطلوب، ما بيوصفش على الامتحانات بتاعته، ما بيركزش معايا في الحصه، فطبيعي ان انا حبا فيه وحرصا على مصلحته لازم اقول له كلام يزعله. يبقى انا كده بقدم له شيء غير مرغوب، او استدعي ولي الامر عشان اقول له خد بالك ابنك او بنتك ما بيقومش بالمطلوب منه، طب ما انت هتزعل مني، بس انا ده نوع من العقاب عشان اعلمك. طيب ممكن احرمك من شيء محبوب، يعني مثلا اقول لك سيادتك الاسبوع ده ممنوع من المصروف المدرسي بتاعك، تقول لي لا الله يكرمك اقتلني بس الا المصروف، اقول لك لا يا فندم. ولذلك من المبادئ التربويه الجيده ان انا اختار نوع العقاب المناسب للفرد وللسلوك. يعني مش كل السلوكيات تبقى بنفس العقاب، ولا نفس العقاب ينفع مع كل الافراد. يعني انا ممكن طالب من طلابي العقاب اللي يجيب نتيجه معاه ان انا استدعي ولي امر، ممكن طالب تاني العقاب ان انا خصمه اقول له بص انا زعلان منك ما تكلمنيش، ما تجريش بعد الحصه تطلب مني اي كلام لمده اسبوع او اسبوعين. لا يا مستر الله يكرمك انا بحبك وانت القدوه بتاعي، اقول لك لا لما تبقى كويس تجي. يبقى انا بختار نوع العقاب المناسب للفرد وللسلوك، سواء ان انا بقدم له شيء محبوب شيء غير محبوب او بحرمه من شيء محبوب. وفي الحالتين سواء كان التعزيز موجب او التعزيز سالب بيبقى تأثيره على الفرد تأثير ايجابي. يعني لما الانسان يعمل سلوك جيد ونكافئه بحاجة حلوة، فده بيخليه يتعلم ان هو يكرر هذه السلوكيات ويحبها ويتشجع عليها. لكن لما يعمل سلوك خاطئ سيء غير مرغوب وينال العقاب المناسب، ده هذا التعزيز السالب، برضه بيتعلم ان هو يتوقف عنه هروبا من العقاب اللي هو ما حدش بيحبه. اذا احد المبادئ الهامه جدا في تحقيق التعلم ان احنا نستخدم التعزيز عقب السلوك. اذا كان السلوك مرغوب نعمل تعزيز موجب، اذا كان السلوك غير مرغوب نعمل تعزيز سالب. ننتقل الى مبدأ ثالث من مبادئ التعلم الجيد، وهو نوعي الممارسة وعلاقتها بالتعلم. حاجة اسمها الممارسة
والممارسة ببساطة شديدة جدا، يعني الطريقة اللي انت بتتعلم بيها الموضوعات المختلفة. يعني مثلا انا لو بذاكر رياضة او بذاكر علم نفس او بذاكر تاريخ، طب بذاكر مادة كبيرة، طب بذاكر مادة صغيرة، طب بذاكر مادة صعبة، طب بذاكر مادة سهلة، هل انا هنا طريقة التعامل مع هذه الموضوعات هتبقى واحدة، ولا الانسان الذكي يختار الطريقة اللي تناسب الموضوع؟ هنا انت بتنفذ حاجة اسمها نوع الممارسة. الممارسة الأولى هي الممارسة الموزعة أو المجزأة، المسميان صحيحان، فيطلق عليها الممارسة الموزعة أو الممارسة المجزأة. وهنا بيتعلم الفرد الموضوع المطلوب على جلسات قصيرة بيتخللها فترات راحة. مثال بسيط، لو أنا بذاكر مثلا كم، وليكن ان انا هراجع الوحده الاولى في علم النفس، طيب انا عايز اذاكرها بطريقه الممارسه الموزعه. اقول لك يا فندم انا هذاكر الموضوع الاول اللي هو الذكاء وذكاءات جاردنر، اهو ادي جلسه، وبعدين اخد فتره راحه من 5 ل 10 دقائق، وبعدين ابدا اذاكر نظريات التعلم، دي جلسة، بعدين أخد فترة راحة، بعدين أبدأ أذاكر الموضوع الثالث وهو مبادئ التعلم وأسس الاستذكار. يبقى أنا كده اتعلمت وذاكرت الوحدة الأولى على جلسة ولا على جلسات؟ على جلسات. يبقى أنا كده نفذت الممارسة الموزعة، يعني وزعت أو جزأت المهمة المطلوبة إلى أجزاء بين كل جزء وجزء فترة راحة. طيب النوع الثاني اسمه الممارسة المركزة أو الممارسة المجمعة، المسميان صحيحان. لما أقول الممارسة المركزة أو الممارسة المجمعة، وهنا يتعلم الفرد الموضوع المطلوب في جلسة واحدة طويلة نسبيا لا يتخللها فترات راحة. يعني بعض الطلاب بيقول لي بص يا أستاذ أنا عشان أخلص وأنجز انا هذاكر الوحده الاولى، هبدا وهحط جنبي ستوب واتش، مش هقوم الا لما اخلص الوحده كلها. يبقى انا هنا تعلمت الموضوع او ذاكرت الموضوع على جلسه واحده ما فيهاش فترات راحه، زي الصور اللي قدامك دي، ده هيجزأ وده هيذاكر الموضوع كله مره واحده، اي صورتين بقى يعني انت ترجمها بالطريقه اللي انت عايزها. يبقى الإنسان بيختار نوع الممارسة الملائمة، والطالب الذكي والمتعلم الذكي يختار نوع الممارسة اللي تناسبه وتناسب الموضوع. وإن كان العلماء أكدوا إن الممارسة الموزعة أفضل في غالبية الحالات، لاحظ ما قلتش كل، تفرق، تفرق، الممارسة الموزعة أفضل في غالبية الحالات، يعني الأفضل إن أنت تجزأ الموضوع إلى أجزاء، تاخد بين كل جزء وجزء فترة راحة من 5 ل 10 دقايق لو الموضوع متشابه، يعني بتذاكر علم النفس، طب هنتقل من علم النفس مثلا للتاريخ من حوالي 15 ل 20 دقيقة، مش يعني استراحة إن أنا هقوم أنام بقى وصحوني بعد ساعتين، لا طبعا ما أقصدش كده. طيب معنى كده إن ممكن الممارسة المركزة تبقى أفضل في بعض الأحيان يا مستر؟ طبعا. طيب أختار إزاي؟ زي ما قلت لك بحسب نوع المادة اللي أنت بتتعلمها، يعني لو المادة كبيرة اللي أنت هتتعلمها أو مادة صعبة، يبقى الأفضل تختار إيه يا فندم؟ ها؟ مادة كبيرة أو صعبة؟ أختار الموزعة، واحدة واحدة كده عشان أفهم، مش لازم أخلص الموضوع كله مرة واحدة. طيب لو المادة دي مادة صغيرة أو مادة سهلة، يبقى الأفضل إيه يا أستاذ في الاتنين؟ يبقى الممارسة المركزة، يبقى من العبث إن أنا أضيع وقتي، ليه؟ لأن هو موضوع بسيط وسهل، يبقى أنا أنجز وأخلص. طيب هل الفروق الفردية ليها دخل؟ طبعًا. يعني مثلًا لو طالب في الثانوية العامة أو طالب في الجامعة وعنده امتحانات الصبح، لا هستخدم الممارسة المركزة،
انا مش فاضي بقى اقعد اخد فترات راحه. طيب لو طفل صغير يبقى الافضل استخدم معاه الممارسه الموزعه، لان الاطفال تركيزهم بسيط وقدرتهم على المواصله اقل، يبقى واحده واحده كده عشان المهمه تنجز بسلام. طيب لو الانسان ذكاؤه مرتفع زي حضرتك كده يبقى استخدم الممارسه المركزه. طب لو ذكائك على قدك كده زيي يبقى استخدم الممارسه الموزعه. يبقى في غالبيه الاحيان الممارسه الموزعه احسن، وان كان في بعض الاحيان المركزه احسن، وهذا يتوقف على عدد من العوامل زي نوع الماده اللي انت بتتعلمها والفروق الفرديه، يعني طبيعه شخصيه كل متعلم. وبالتالي من الذكاء ان الانسان يستخدم نوع الممارسه اللي تساعده على انه يتعلم بشكل جيد. يبقى مبدأ مهم ولا لا؟ اه طبعا. المبدأ اللي بعده وهو الدور الايجابي للمتعلم. يعني ايه الدور الايجابي يا استاذ؟ يعني ان انت تكون انسان نشط، ما انتش كسول. شايف الصورتين دول؟ ببساطة شديدة بيلخص الدور الايجابي. فالدور الايجابي ان انت انسان عملي، واخد الامور جد، بتنظم وقتك، بتنظم حياتك، حاطط اهداف، بتطبق عملي، بتتدرب ازاي تحقق اهدافك، بتبذل جهد، بتناقش، بتشارك، بتركز. اه كده انت انسان ايجابي. اما لا زي اخينا بقى اللي في الصورة التانية ده، اللي حط الكتب جنبه وبعدين بدأ ينام بقى ويسرح في عالم الخيال، ويا رب بقى الامتحانات تيجي سهلة، ولا يلغوا الامتحانات، ولا ينجحونا كده محبة. طبعا ده إنسان دوره سلبي، وبالتالي شتان بين هذا وذاك. طيب تعال نشوف كده يعني إيه الدور الإيجابي. كلما زاد الجهد، يبقى الدور الإيجابي كله بيتركز في كلمة إن أنت تكون إنسان مجاهد، عملي، بتتعب، نشط، مش كسول. كل ما كان التعلم افضل. طيب لو انا مثلا يا استاذ عايز ابقى انسان ايجابي زي ما حضرتك قلت، يا فندم مش كل حصة لازم تستنى لما احنا نشرح، لا انت ممكن تساعدنا باعداد الدرس مقدما. يعني مثلا انت الحصة الجاية يا استاذ هتشرح ايه؟ هشرح حاجة اسمها أسس الاستذكار الفعال. تمام، عبل ما تيجي حصة الاثنين الجاية إن شاء الله يا أستاذ هتلاقيني معاك، ليا دور إيجابي إن أنا هبدأ أذاكر وأجهز نفسي عشان لما أكون قاعد قدام الحصة كده يبقى تركيزي أحسن. طيب لخص، أنا النهاردة خدت حصة وذاكرتها، أبدأ ألخص الحاجات الأساسية اللي فيها. شارك في المناقشة، اطرح أسئلة، ما تقعدش بس تبقى إنسان سلبي مجرد مشاهد، لا شارك، اسأل، جاوب. مش كل ما أجي أسألك تقول لي معلش يا مستر أصل أنا ما بحبش أتكلم، لا اتكلم، أصل أنا بخاف أغلط وأحرج قدام زمايلي، لا أنت لما تشارك وتغلط السؤال اللي هتغلط فيه هتفضل تتذكره طول حياتك، والسؤال اللي هتجاوبه وهتاخد مكافأة عليه اللي إحنا سائلينها هتفضل تتذكره طول حياتك. يبقى انت كده اصبحت انسان ايجابي. يبقى الدور الايجابي معناه بذل الجهد، التطبيق العملي. يبقى اذا كان الدافع بنتكلم عن رغبة داخلية، فالدور الايجابي بنتكلم على السلوك الخارجي. يعني ايه يا استاذ؟ يعني لما اجي اتكلم على ان انا عندي رغبة ان انا ادخل الجامعة، وعندي هدف في حياتي ان انا ابقى انسان متفوق، ده دافع. طيب هل الدافع يكفي؟ لا، محتاج دور ايجابي اللي هو السلوك الخارجي بقى، ان انا بذاكر وبروح المدرسه وبعزم مع المدرسين بتوعي وبلخص وبحضر الامتحانات وبجاوب وبطبق وبدخل على المنصات. يبقى الدافع رغبه داخليه، اما الدور الايجابي هو السلوك الخارجي اللي بيصدق الرغبه الداخليه. فالانسان لا تكفيه ان تكون نيته حسنه، لازم ينفذ. إذا أنا عندي رغبة وعندي تنفيذ، فالرغبة هي الدافع والتنفيذ العملي هو الدور الإيجابي. أنا عندي رغبة إن أنا أتعلم الكمبيوتر،
عشان حاطط هدف في دماغي كده ان انا ابقى انسان كده ليا في الكمبيوتر ونط، تمام، ده هدف، يبقى ده دافع. طب ان انا بقى بروح مراكز الكمبيوتر وبحضر حصة الحاسب الآلي ما بقعدش العب فيها واضيع وقت زمايلي ووقت المدرسين، وابدا امسك الكمبيوتر وانفذ واطبق واسال مستر وشارك كده، انت بتحقق الدور الايجابي للمتعلم. بالله عليك، ده مهم ولا مش مهم؟ اكيد الاجابه نعم، مهم جدا يا استاذي. فما كانش الانسان ايجابي وبيبذل جهد وبيتحمل وبيتعب وبيشارك، عمره ما هيتعلم. اما طول ما انت واقف موقف سلبي، عايز احنا دايما نشرح لك واحنا نعمل لك الواجب واحنا نجاوب لك على الاسئله واحنا نفتح لك كل حاجه، فطبعا ده دور سلبي لن يعينك على التعلم الجيد. المبدأ الأخير من مبادئ التعلم الجيد وهو قابلية التعلم للانتقال. لو بصيت على الصورة دي هتلاقي فيه معلومة بتنتقل من مكان لمكان، بمعنى إن الإنسان بيحسن التعلم وبيركز فيه، أهو تزداد الكفاءة لما يكون بيتعلم موضوع عارف ان هو هيستفيد منه في موقف جديد. واحدة واحدة كده تزداد كفاءة التعلم. يعني انت لو بتتعلم موضوع معين هتركز وهتبذل جهد وهتبقى تعلمك جيد جدا لو انت عارف ان الموضوع ده ليه استخدامات في الحياة. طب لو انا بعلمك حاجة انت عارف انها ليس لها اي استخدام في اي موقف اخر، هات لي مثال كده. لو انا مثلا قلت لك انا عايزك تتعلم الكمبيوتر عشان قدامي وظيفة في مكان مرموق بس لازم تتعلم الكمبيوتر بسرعة، هتجري وهتاخد دورات وتدفع فيها مبالغ مش قليلة، اهو الموقف الاول، عشان تحسن الكمبيوتر. ليه؟ عشان تستفيد منه لما تروح تعمل المقابلة بتاع الوظيفة. انت لما بتتعلم مثلا قواعد النحو ده بيفيدك في القراءة والكتابة؟ طبعا. ما هو لولا تعلم قواعد النحو عمرك ما هتبقى شاطر في القراءة والكتابة. طيب مثلا لو انت يا فندم جات لك منحة كده دراسية في أحد جامعات فرنسا ولا إيطاليا ولا اليابان ولا ألمانيا، سرعان ما هتبدأ تاخد دورة في اللغة اللي أنت هتحتاجها. يعني لو جات لك مثلا، يا رب تسعدوا كده وتحصلوا على دائما المراكز المرموقة بعد ما تجتهد وتتعبوا، لو أنت جات لك مثلا منحة دراسية كده بعد الثانوية العامة نتيجة إن أنت طلعت الأول على القسم الأدبي إن أنت تدرس موضوع معين في جامعة من جامعات ألمانيا. طب أنت أصلا كانت المادة التانية بتاعتك مثلا أسباني، ساعتها هتنسى الأسباني ولا هتفكر فيه رغم إن أنت كانت المادة بتاعتك. ليه؟ لأن خلاص أنت محتاج حاجة تاني تركز فيها. أهو هتروح تاخد دورة في بقى يا فندم في الأسباني، هتزود قدراتك في اللغة الفرنسية، هتروح تزود مهاراتك في اللغة الروسية. الإجابة لا. ليه؟ لأن أنا رايح ألمانيا وبالتالي أنا عايز حاجة أستفيد منها في ألمانيا، فأنا هروح أخد دورة جيدة في اللغة الألمانية، وهتلاقيك بقى بتتعلم كأنك واد ألماني. ليه؟ لأن أنت أصبحت بتتعلم موضوع هتستفيد منه في موقف جديد. لذلك لما الإنسان يكون بيتعلم حاجة عارف انها ليها استخدامات في الحياة وهيستفيد منها في مواقف اخرى، هيحسن تعلمها وهيتعلمها بكفاءة. اما لو انت بتتعلم حاجة ليس لها اي استخدامات، هتلاقي نفسك مكبر دماغك بتركز دقيقة وبتسرح 10. ليه؟ لان الموضوع مش مهم. طيب ما هي شروط الانتقال الموجب للتعلم؟ يعني سيادتك عشان تتعلم موقف قديم وتنقل اللي انت اتعلمته لموقف جديد في شرطين مهمين جدا. الشرط الاول الفهم، ان انت تكون فاهم العلاقة بين الموضوعين. يعني مثلا لو انا خدت دورة في الكمبيوتر في برنامج الوورد اللي هو برنامج الكتابة اللي احنا بنعمل بيه دروسنا ده،
وانت احسنته، يبقى ده الموضوع القديم اهو. تمام، رحت انت بقى تشتغل في بنك، تشتغل في شركة، قال لك انا عايز واحد شاطر في الكمبيوتر. تقول له انا؟ طيب يا فندم احنا عايزين واحد يحسن برنامج الاكسل. هتقول له ايه الاكسل ده؟ يقول لك ده برنامج بنشتغل عليه عشان نحط الحسابات بتاع العملاء وكده. هتقول له لا انا اسف يا فندم، انا اللي انا اعرفه واتقنته برنامج مختلف. يبقى ساعتها هتقدر تنقل اللي انت اتعلمته من الموضوع القديم للموضوع الجديد؟ الاجابه لا. ليه؟ لان انا مش فاهم. لا، هنا انا اتكلمت عن العنصر الثاني حقكم عليه، التشابه. ان انا البرنامج الاول كان في الوورد، طب البرنامج الجديد في الاكسل، هنا مفيش تشابه، مفيش عناصر مشتركه. ده العنصر الثاني. العنصر الاول بقى، حتى لو انت خدت برنامج في الوورد لكن انت ما فهمتش حاجه فيه، ورحت انت الوظيفه قال لك احنا عايزينك تشتغل على الكمبيوتر، انا اعرف، طب يلا يا فندم طبق، قعدت تشتغل، يا رب هي دي كانت بتيجي ازاي ودي كانت بتتعمل ازاي؟ هتلاقي نفسك فاهم اللي انت اتعلمته؟ لا، ساعتها هيبقى الانتقال موجب ولا سالب؟ سالب، لان انت اتعلمت بفهم ولا بدون فهم؟ بدون فهم. اذا عشان ينتقل التعلم من موقف قديم الى موقف جديد محتاج حاجتين، محتاج ان انت تفهم العلاقة بينهم، يعني الموضوع اللي انت اتعلمته تكون فهمته وادركت جوانب مختلفة عشان لما نطلب منك انك تنقله للموقف الجديد تقدر. تاني حاجة، لابد من وجود عناصر مشتركة، يعني مثلا انا خدت برنامج في الوورد ورحت امتحن في برنامج في الاكسل، هسقط، هرصب. ليه؟ لان مفيش تشابه، مفيش عناصر مشتركة. طب انا رحت خدت دورة في اللغة الألمانية واحسنت اللغة الألمانية، ثم فوجئت انه متصل بيك وقال لك معلش ده المنحة في جامعة إيطالية. هتقول لهم طب يا اخوانا ايه بقى العلاقة بين ان انا اتعلمته في اللغة الألمانية؟ يبقى انت محتاج تاخد دورة جديدة. ليه؟ لان اصبح مفيش تشابه او عناصر مشتركة بين اللي انت اتعلمته واللي انت هتنقله. إذن من الحاجات التي تعين على تحسين عملية التعلم لما يكون إنسان بيتعلم موضوع وهو عارف ومتأكد إن هو هيستخدمه في مواقف جديدة، وعشان يتم الانتقال بشكل موجب لابد من شرطين، الفهم والعناصر المشتركة، أي التشابه بين الموقف القديم والموقف الجديد. يبقى إحنا النهاردة يا حضرات كلمنا في 5 مبادئ تعين المتعلم على أن يحسن عملية التعلم، وهي الدافعية، إن أنت يكون عندك رغبة وإصرار، ثم التعزيز، إن أنت تحصل على مكافأة هدية سواء كان التعزيز ده موجب أو سالب، ثم الدور الإيجابي للمتعلم، إن أنت تبذل الجهد وتتعب، ثم نوعي الممارسة، إن أنت تختار الممارسة المجزأة ولا المجمعة بحسب الموضوع، ثم قابلية التعلم والانتقال، ان انت تكون بتتعلم حاجة عارف ان انت تستفيد منها في مواقف جديدة. تعال نشوف بقى عدد من التطبيقات البسيطة كده على درسنا اليوم. الجزء الاول اللي هو بيتعلق بسؤال الاختيار من متعدد، ظل الرمز الدال على الاجابة الصحيحة فيما يلي. يقول كونفوشيوس، وده احد الحكماء الصينيين القدماء، قل لي وسوف انسى، أرني ولعلي أتذكر، أشركني وسوف أتعلم. تجسد المقولة السابقة أحد مبادئ التعلم الجيد. الراجل بيقول لك للمعلم بتاعه اقعد قول من هنا للصبح وأنا هنسى، طيب وريني كده اللي أنت بتعمله وممكن أتذكر، لكن أشركني سيبني بقى كده أركز معاك واسألني وخليني أجاوب وخليني أشتغل بإيديا وخليني اطبق على اللي انت شرحته، كده هتعلم. يبقى لا بالكلام ولا بالشوفان ولكن بالتنفيذ والمشاركه. اذا هنا احنا بنتكلم عن الدور الايجابي للمتعلم. هذا ليس دافع ولا تعزيز ولا نوع ممارسه. هنا الراجل بيتكلم عن المشاركه. فالمشاركه اي ان انت تنفذ وتشارك وتسال وتجاوب وتنفذ، فهذا دور ايجابي. السؤال الثاني بيقول، يقول أفلاطون الحاجة أم الاختراع.
تجسد المقولة السابقة أحد مبادئ التعلم الجيد. ده بيتكلم عن الدافعية ولا التعزيز ولا نوع الممارسة ولا الدور الإيجابي. لو أنت تعود بالذاكرة كده لمنهج سنة تانية في علم النفس، كنا أول ما بنتكلم عن الدافع كنا نقول بعض المصطلحات المرتبطة بالدافع زي الحاجة والحافز والباعث، ولذلك لما تلاقي في الامتحان مصطلح من المصطلحات دي تعرف إن إحنا بنتكلم على الدافعية. فالحاجة هي رغبة داخلية، شعور الإنسان بالنقص. هذا الشعور بالنقص بيولد فيك دافع، يعني عمرنا ما هنخترع إلا لما نكون عندنا رغبة وحاجة لهذا الشيء، لأن ده هيدينا دافع إن إحنا ندور على الجديد. أما لو إحنا مش محتاجين ولا نرغب، عمرنا ما هنفكر ولا نبدع ولا نخترع. السؤال الثاني بيقول: أحد الطلاب حصل على بعثة دراسية في إحدى الجامعات الروسية، فصارع إلى أحد المراكز المتخصصة للحصول على دورة في اللغة الروسية. المثال ده احنا قلناه واحنا بنشرح زيه بالظبط. هنا هذا المثال يلخص أحد مبادئ التعلم الجيد. الولد جات له بعثة دراسية في جامعة في روسيا، فعلى طول جري لمركز من مراكز اللغات عشان ياخد دورة في اللغة الروسية. هذا الولد بينفذ مبدأ من مبادئ التعلم الجيد، وهو أيوة قابلية التعلم للانتقال. نأسف يا فندم، دي الإشارة بتتحرك، معلش بتيجي غلط. الإجابة الصحيحة قابلية التعلم للانتقال. تاني أهو أنا بحط السهم، الإجابة الصحيحة هي قابلية التعلم للانتقال، بمعنى إن أنت بتتعلم اللغة الروسية عشان لما تسافر روسيا تستفيد منها. يبقى أنت بتنقل اللغة من الموقف القديم إلى الموقف الجديد، فهذا هو قابلية التعلم للانتقال. الإجابة رقم ج، قابلية التعلم للانتقال. السؤال اللي بعده بيقول: يقول سامويل جونسون، ده كاتب وفنان وممثل، لا تتم الأعمال العظيمة بالقوة ولكن تتم بالمثابرة والتحمل. نستنتج من المقولة السابقة أحد مبادئ التعلم الجيد. الراجل بيقول: الأعمال العظيمة، النجاح في الثانوية والتحق بالجامعة، الحصول على وظيفة مرموقة، تعلم مهنة تفيدك في حياتك. هذه الأعمال العظيمة لا تتم بالقوة ولكن تتم بالمثابرة والتحمل. يعني إيه المثابرة والتحمل؟ ده نستنتج من المقولة السابقة إن إحنا بنتكلم عن الدافعية ولا الدور الإيجابي ولا الممارسة ولا التعزيز. الإجابة الصحيحة هي الدور الإيجابي للمتعلم. فالمثابرة يعني الصبر والتعب والتحمل وبذل الجهد، وبالتالي انت هنا دورك إيجابي. السؤال اللي بعده بيقول: يقول الإمام الغزالي، السلوك الحسن يأخذ بصاحبه إلى ناصية الطمأنينة بالنفس. تلخص المقولة السابقة أحد مبادئ التعلم الجيد. إمامنا العظيم بيقول السلوك الحسن يعني السلوك الحلو، إن أنت تبقى إنسان محافظ على الصلاة، إنسان صادق، إنسان مطيع لوالديك، تحترم مدرسيك، بتحب بلدك، بتدافع عن وطنك، بتحسن للجيران، ده سلوك حسن. السلوك ده بقى بيكون نتيجته إنه بيوديك إلى الطمأنينة بالنفس، يعني بيخليك إنسان سعيد ولا حزين، مطمئن ولا قلقان. إذا تلخص المقولة السابقة أحد مبادئ التعلم الجيد، ده تعزيز ولا دافعية ولا دور إيجابي ولا ممارسة؟ ها؟ الإجابة الصحيحة ده نوع من التعزيز. الإنسان لما بيعمل سلوك جيد ويشعر بالطمأنينة كده بيشعر بالسعادة. هو ده تعزيز؟ آه يا فندم، ما هو التعزيز ده ممكن يبقى تعزيز ذاتي؟ آه طبعًا. نفترض إن اللي حواليك لا يقدروك ولا يثنوا عليك، يكفي تقديرك لنفسك. يكفي إن أنت تشعر بالطمأنينة وراحة البال والسعادة، فده في حد ذاته من التعزيز اللي هيديك دافع بعد كده ان انت تعمل السلوك ده مرة ومرة ومرة. السؤال اللي بعده بيقول: احد الطلاب قام بسلوك عنيف نحو زميله داخل الحصة الدراسية، فقامت ادارة المدرسة باستدعاء ولي امره وتخفيض درجات السلوك، فقرر عدم العودة لمثل هذا السلوك. نستخلص من الموقف السابق احد مبادئ التعلم الجيد. ده الدور الايجابي للمتعلم
ولا التعزيز الموجب ولا التعزيز السالب ولا الانتقال الموجب؟ طالب عمل سلوك عنيف، يبقى ده سلوك مرغوب ولا غير مرغوب؟ غير مرغوب. وبالتالي احنا هنكافئه ولا هنعاقبه؟ هنعاقبه باستدعاء ولي الامر وهنخفض درجه. ده هيبسطه ولا هيضايقه؟ هيضايقه. طب احنا بنعمل كده عشان ننتقل منه ولا عشان يتعلم؟ يبقى احنا هنا بنطبق احد مبادئ التعلم الجيد وهو التعزيز السالب. مش احنا قلنا ان التعزيز ممكن يبقى موجب وممكن يبقى سالب، فاللي حصل في الموقف السابق ده نوع من التعزيز السالب. السؤال اللي بعده بيقول: مليونير أمريكي أجاب على سؤال في مؤتمر صحفي قائلا: كنت قد بدأت من الصفر وفعلت أمرين قبل أن أصبح مليونيرا، الأول أنني قررت أن أكون مليونيرا، والثاني أنني حاولت أن أكون مليونيرا. نستخلص من الموقف السابق ده مبدئين من مبادئ التعلم الجيد، هما الدافعية والتعزيز، ولا الدافعية والممارسة، ولا الدافعية والدور الإيجابي، ولا التعزيز والدور الإيجابي؟ الراجل ده بيقول: قبل ما كنت مليونير بدأت من الصفر ولا شيء. هذه الجمل مش بس والله يا شباب تدرس على إنها مواد تعليمية، ولكنها حكم نستفيد منها في حياتنا. الراجل بيقول: قبل ما أكون مليونير أنا بدأت من الصفر، للناس اللي دايما بتستسهل وعايزة تحصل على الشيء بلا جهد. أنا لمحت الإجابة أهو. الراجل بيقول: عملت حاجتين، الأول قررت إن أنا أكون مليونير، والتاني إن أنا حاولت. أنا زي ما قلت لك قبل كده، التعلم محتاج حاجتين: رغبة داخلية أهي، وسلوك خارجي أهو. وبالتالي إحنا بنستخلص الموقف السابق مبدئي، ها، الدافعية والدور الإيجابي. دي الإجابة الصحيحة. السؤال اللي بعده يقول: توماس أديسون عندما أسيء استخدام الوقت فأنا أبدد المورد الوحيد الذي لا يمكن أبدا استرداده. تجسد المقولة السابقة أحد مبادئ التعلم الجيد. الراجل ده بيتكلم عن الدافعية ولا التعزيز والتعلم ولا الممارسة والتعلم ولا الدور الإيجابي؟ بيقول: عندما أسيء استخدام الوقت فأنا أبدد المورد الوحيد. الراجل ده بيتكلم عن الدور الإيجابي والتعلم، إن الإنسان يحسن استخدام وقته ويعمل فيه الأشياء الصحيحة ويصر على استخدام الوقت استخدام صحيح، وعلى استغلال الاستغلال الأمثل، ينفذ واجباته، يحافظ على صلواته، يحافظ على أعماله المنزلية. هنا بيحقق الدور الإيجابي للمتعلم. الفئة الثانية اللي هي أسئلة المقالين. السؤال بيقول: يقول أفلاطون: لا تقلل من عزيمة أحد يحقق تقدما ولو كان بطيئا، بل سانده وداعمه. تشير المقولة السابقة لأحد مبادئ التعلم الجيد، بين ذلك ثم طبق مثال. أفلاطون بينصحنا بيقول: ما تقللش من عزيمة حد بيتقدم حتى ولو كان بيتقدم ببطء، بل سانده وداعمه. يبقى الإجابة هنا بنتكلم عن التعزيز والتعلم، إن احنا بنديله طاقة إيجابية، نقول له زي الفل، مية مية، كتر خيرك، عملت اللي عليك. يبقى نعمل له تعزيز، مش نعمل له تعزيز سالب. انت بطيء قوي، انت مش ناوي تتعلم، انت شكلك كده ما بتفهمش، كده عملنا له تعزيز سالب. فاحنا المفروض بنعمل له تعزيز موجب. مثال: زي المعلم الشاطر المركز اللي بيشارع وسام الطلاب قلب متقدمين ببطء. يعني كلنا عندنا طلاب هي قدراتهم التعليميه، بيعمل اللي عليه، كتر خيره. يبقى انا شجعه وسنده ودعمه واعمله تعزيز. السؤال الاخير في حصه اليوم حكمه بتقول: ان تفعل شيئا كبيرا في وقت قصير هو انك لا تفعله باتقان. تجسد الحكمه السابقه احد مبادئ التعلم الجيد، بين ثم طبق المثال. الحكمه بتقول لك ان انت بتعمل شيء كبير، يعني شيء محتاج وقت، في وقت قصير، في الغالب انت لن تفعله باتقان. يبقى احنا بنتكلم عن نوع الممارسة، ان انت تختار الممارسة. انا قلت لك في الحصة لو انا بعمل عمل كبير، يعني موضوع طويل، ما هقدرش اعمله في وقت قصير، يبقى الافضل ان استخدم الممارسة الموزعة، ان انا اجزأه حتة حتة. مثال: زي الطالب اللي بيذاكر زي ما قلت لك كده وحدة او وحدتين كبار، فهيبدأ يقسمهم على جلسات،
لان انت لو حاولت تنجزهم في وقت قصير في الغالب هيديك التعب والملل والزهق وتركيزك ايه. وبكده نكون وصلنا لنهاية حصتنا اليوم، نتمنى ان احنا نكون قدمنا لكم محتوى جيد يساعدك على الفهم والتطبيق العملي للمادة التعليمية. كان معكم أستاذ محمد عمار، موجه أول علم النفس والاجتماع، وإلى لقاء قريب إن شاء الله في حصة الاثنين القادم في درسنا الأخير في الوحدة الأولى، وهو بعنوان أسس لاستذكار الفعل. دمتم ودامت مصرنا الحبيبة، والسلام عليكم ورحمة الله.